السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. That's the standard answer. Inshallah, we'll continue our lessons that we have been discussing during the khutbas, the Friday khutbas, and the Saturday night classes. And the best thing to start with is Kitabullah Azza wa Jal, خَيْرُ مَا يُبْتَدَأُ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. إِنْشَاءَ فَسَوْفَ نَقْرَأُ بَعْضَ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ قَاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقى عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس سائق
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول